سامي الجابر أحد أولئك الذين يفكرون، كان في أرض الملعب وحتى الآن على خارج الملعب، رجل يمتلك رؤية فنية ثاقبة مع كامل تقدير الاحترامي لأغلب الموجودين في الساحة الفنية الرياضية السعودية. نعم. الفنية. لا الفنية على مستوى الصعيد التدريب. نعم. الفني يعني صحيح. مش على خلنا على الرياضية أحسن يعني في أسماء. طيب الرياضية وفي القضية هي